مستقبل حراسة المرمى في الأهلي شايفه إزاي؟ ممتاز. كان في كلام في بداية السيزون على إنه الأهلي محتاج يعمل صفقة حراسة مرمى، لا كنت لا مع خالص، ولا ضد ده؟ أنا مع ضد ده تماما، لأن بعد لطفي في مصطفى شوبير ده حارس عنده شخصية عالمية، حارس كبير جدا وشخصية مناسبة جدا للنادي الأهلي، وبعدين في حمزة، وبعدين في حراس تانية ايوه صغيرين. لا النادي الأهلي هو يعني مش هو بيصدر مش بيستورد في حراسة المرمى طول عمره. استعرض معاك الحراس المشاركين في البطوله، وانا يمكن اعرف منهم اربعه او شفت اربعه وعارف يمكن قدراتهم بشكل كبير. نبدا مع محمد الشناوي قائد النادي الاهلي، الحقيقه ومش بس حارس مرمى كبير لكنه كمان لاعب عنده شخصيه القائد داخل الملعب، ان شاء الله باذن الله يعني يكون ليه دور كبير في مشوار ناجح الاهلي في البطوله. وانا شايف كمان انه محمد الشناوي في البطوله دي داخل فيها بكميه حب مش طبيعيه من جماهير النادي الاهلي. لواحد في انكار ذات غير طبيعي، جاله عروض من ويجن ومن النصر السعودي بمبالغ كبيره، ولكنه فضل الاستمرار مع النادي الاهلي، فدي لوحدها تحطه في حته في قلوب جماهير النادي الاهلي. طبعا ناهيك بقى عن المستوى الفني وقيادة الفريق ودوره في البطولات الكبيرة دي مهمة جدا. هات البطولات الكبيرة كلها، يعني في كأس العالم طيب أول مباراة دولية لعبها ياخد مان أوف ذا ماتش، صحيح فعنده صلابة طبعا. صلابة نفسية. هناخد ارقامه وعايز اكلمك شوية، نقف شوية مع الشناوي كابتن احمد. طبعا الشناوي 34 سنة، طول 191 سنتي، مشاركات الدولية 44 مباراة دولية. البطولات اللي حصل عليها 5 دوري، 2 كاس، 3 سوبر، 2 دوري ابطال، و2 سوبر افريقي، وطبعا 2 برونزيه كاس عالم. شارك في 378 مباراه، طلع منهم ب 175 مباراه ده رقم شباك كبير نظيفه، جدا على ده رقم فكره، كبير، جدا والقيمه التسويقيه حاليا 3 مليون يورو. يعني كلها ارقام هو يستاهلها حقيقي يعني. وعنده الرقم اللي هو بتاع عدد المباريات ده، ايوه يعني ناقص له حاجات بسيطه ويعدي، يبقى هو نمره واحد في النادي الاهلي. طبعا فاضل له اعتقد يمكن 20 هو مباراه. يمكن كمان النهارده بنتكلم على اعمار حراس مرمى بقت في يعني في لا لسه الملاعب 40 يلعب ممتده جدا، 40. يلعب ل 40. طبعا عنده فرصه كبيره جدا يكسر كل الارقام. ايوه حارس عنده مواصفات فنيه وبدنيه وذهنيه مش طبيعيه، يعني يدخل في مصاف الحراس العالميين يعني. صحيح. ان شاء الله باذن الله نشوف منه حاجه كويسه كمان في كاس العالم للانديه ده، ويتوج بمركز افضل من كل المراكز اللي احنا خدناها نتمنى ان شاء الله، ان شاء الله وده حلم الاهلاويه ان شاء السنه دي. الله. طب نروح لتاني حراس المرمى عالمي طبعا، محدش يقدر ينكر ان تيبو، واحد من اهم حراس المرمى في التاريخ، ايوه حارس طبعا، المرمى البلجيكي الدولي وحارس مرمى ريال طبعا، تيبو كورتوا. دخل اتطور كبير، اتطور بشكل كبير جدا تيبو كورتوا، والنهارده يعني كان في فتره من فترات كده كابتن احمد نوير تحس انه ملهوش منافس، في حراس مرمى كتير يعني كويسين، كيلور نافاس ماشي، دوناروما برضو ما عنديش مانع، تير شتيجن كويس جدا، لكن كان نوير دايما في حته لوحده. لكن الحقيقه في الموسمين الاخيرين دول تيبو كورتوا زق نفسه، خد قفزه كده عملاقه، وبقى الحقيقه انا يعني يمكن حقيقي هو بطل المشهد. شفته تمرينه على الواقع في ارض الملعب كذا مره، تحس انه بيتمرن زي الناشئين، ناشئ يعني، عنده نهم في التدريب مش طبيعي، وعارف ان هو الاطوال دي بتحتاج نوعيه معينه من التدريبات، هو حريص ان هو يعني يشتغل عليها. حارس طبعا بقاله في ريال مدريد فتره طويله، ومن ايام اتلتيكو مدريد كان من الحراس اللي هم هيمشوا، هيمشوا من ريال مدريد، هيروح من اتلتيكو مدريد، هيروح مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، اللي هي الانديه الخمسه الكبار اللي هي بتتصارع كل سنه. طيب خلينا ناخد ارقامه كابتن احمد ونكمل كلامنا عليه. طبعا ريال مدريد بلجيكي الجنسيه، 30 سنه، صغير مش كبير مترين بالنسبه لحراس المرمى، يعني مترين طول، قامه فارعه يعني، 100 مباراه دوليه، خد طبعا مونديال انديه مع ريال مدريد، خد دوري ابطال تشامبيونز ليج اوروبا، 3 دوري اسباني، 2 دوري انجليزي وسوبر اوروبي واليوروبا ليج بطولتين، مشاركات 556 مباراه، نظافه شباك 227 مباراه، والقيمه التسويقيه 60 مليون يورو. ده رخيص قوي. رخيص، شايف انه رقم طبعا رقم لا قليل يتناسب عليه. مع طبعا رقم يعني، ده مين اللي كان طالع ب 100 مليون؟ دوناروما.
دوناروما افضل ولا تيبو كورتوا من وجهه نظر كابتن؟ لا الاكتف اكتر تيبو كورتوا طبعا. دوناروما بتشوفه اوفر ريتد ولا دوناروما يعني بشوفه اوفر اكتنج؟ اوفر اكتنج. طيب نروح للحارس اللي بعده، عندنا احمد رضا تكناوتي طبعا حارس مرمى الوداد المغربي. خلينا ناخد ارقامه بدايه. الوداد مغربي الجنسيه، 26 سنه، حارس مرمى صغير، 1 متر و92 سنتي طول، مشاركات دوليه 3 مباريات دوليه، خبراته الدوليه مش كبيره قوي، البطولات 5 دوري و1 دوري ابطال افريقيا، والمشاركات 222 مباراه اضافه شباك 105، والقيمه التسويقيه 1.8 مليون يورو. هو الحارس الثالث يمكن في المنتخب المغربي. والمغرب دايما كان في حوار بيني وبين بدو بودربالة. بدو الزكي طبعا طبعا. انا بالنسبه لي بدو الزكي اعظم حارس مرمى في، بس بدو الزكي قال ايه بقى؟ قال في حارس يا كابتن هيطلع هينسي المغاربه بدو الزكي. ده بدو الزكي اللي بيقول كده؟ على بونو، ياسين بونو. ياسين بونو قال لي ده. بص انا بقالي قد ايه في التاريخ وبقالي قد ايه في الكلام ده، الكلام ده بونو كان عنده 17 سنه. كان لسه ما عملش اي حاجه. قلت له معقوله؟ قال لي يمحي حاجه اسمها. قلت له ربنا يديك الصحه وطولة الامر ولا ان شاء الله. قال لي لا ده انا هفكرك. وفعلا بونو يعني عمل في الدوري الاسباني حاجه مش طبيعيه، افضل حارس مرمى احسن حارس السنه اللي فاتت. وطبعا في كاس العالم كان ليه بصمه كبيره مع المغرب. صحيح. فتتوقع ان تكناوني ده ممكن يبقى ليه دور مع الوداد يعني. مع الوداد. طيب نروح للحارس الرابع معانا، هيكون طبعا ستيفن كليفلاند. ده واحد من المجهولين بالنسبه لي طبعا. ده حارس مرمى سياتل ساوندرز، امريكي الجنسيه، 28 سنه، طول 1.88، بطولات دوري ابطال كونكاكاف، شارك في 57 مباراه، نظافه شباك 14، والقيمه التسويقيه 400 ألف يورو. وطبعا واضح انه الخبرات قليله جدا. بس مسمينه كليفلاند على اسم الولايه ولا مش عارف اسمه؟ ولا على المستشفى. حراس امريكا على فكره عندهم حراس هو المنتخب جداً. الامريكي او الكره الامريكيه ظهرت في كاس العالم بشكل مختلف تماما. عندهم حراس كويسين بيلعبوا في دوريات اوروبيه. كتير. فليه لا يكون حارس كويس يعني. اوكي نعدي بسرعه من كليفلاند، نروح لكونور تريسي. ده حارس مرمى اوكلاند سيتي، ده الحارس اللي هيظهر مع اوكلاند في مواجهه الاهلي في اولى مبارياتنا ان شاء الله. شبه اجاسي بتاع التنس شويه، في شويه اندريا اجاسي. صحيح. نيوزيلندي الجنسيه، 25 سنه، طول 1.87، مشاركات دوليه مع منتخب نيوزيلندا لاقل من 23 سنه، ما شاركش مع منتخب اول، بطولاته 3 دوري ودوري ابطال اوقيانوسيا، ومشاركات 71 مباراه، 33 نظافه شباك، والقيمه التسويقيه 225 ألف. يعني حاجه يعني مش كبيره، وممكن البطولات دي بتبقى فرصه للحراس اللي زي دول يقدموا ان هم يظهروا. يعني. طبعا نتمنى انه ما يظهرش يعني. ده اول طلعه علينا بالنسبه لنا. نتمنى انه ما يظهرش. محمد العويس طبعا ده حارس انا بحترمه جدا على فكره، ولانه اتعرض لضغوطات عصبيه كبيره جدا قبل كاس العالم، لانه كان الحارس الاساسي عامل دوشه وقدم اعتذار ودخل العويس مكانه. ولكنه رجع مع المنتخب بصوره كبيره حلوه، ورجع كمان مع نادي الهلال كاساسي تاني. حارس عنده اعصاب فولاذيه، ما بيعرفش هو بيلعب مين، هو عايز يلعب وعايز يتألق وعايز يقدم صوره كويسه. لعب مباراه الارجنتين هايل جدا، من يمكن مان وزمان. ليه نقاط ضعف يا كابتن احمد شفتها في هو بس في تهور شويه في القرار، لكنه احيانا بيخدمه. يعني ساعات القرار المتهور ده يوصلك في الميعاد، وساعات يبقى فيه ديستورشن، يبقى فيه سوشره. فلا هو لا حارس عنده رده فعل كويسه جدا، عنده ثبات انفعالي هايل جدا، هيكون ليه دور كبير جدا مع الهلال. 31 سنه، 185 سنتي، 44 مباراه دوليه مع منتخب السعوديه، بطولات دوري وكاس سعودي، 163 مباراه عدد المشاركات، ونظافه شباك 44، والقيمه التسويقيه 700 ألف يورو. حتى اللحظه اعتقد انه بعد تيبو كورتوا طبعا هو محمد الشناوي. اخر حارس معانا هو سوزا، هوجو سوزا، حارس مرمى فلامينجو البرازيلي، الجنسيه طبعا عمر 23 سنه، 1.99 سنتي، طويل برضه قريب من تيبو كورتوا، 2 دوري
كوبا ليبرتادوريس مع فلامينجو، اخر فلامينجو خدها بالظبط كده، السوبر البرازيلي كاس البرازيل، مشاركات 71 مباراه، نظافه شباك 22، ده اغلى من الشناوي سنة يعني. 3.5 مليون اغلى. هو حارس على فكره عفريت يعني شقي، يعني انا اتفرجت عليه مع فلامينجو، في خفه دم وهو بيلعب، وساعات يمسك الكوره بايد واحده، عنده حاجات كده في اللعب. الجماهير ليه ابيليتي يعني مع مع الجماهير، هي القصه دي في امريكا الجنوبيه كتير. بس هو ده بيعملها مش بافوره، بيعملها في وقتها، فما بيغلطش. اوكي بيمتع يعني الجمهور، فمتقبل متقبل منه يعني. هو حارس شقي يعني، انا شفت